السلام عليكم. النهاردة عامل لكم حلقة كده سريعة. كان في حد سألني على عاوزين نتكلم على عاوز يعرف سلوك الكلب وشخصية الكلب الكيني كورسو. هو الكلب الكيني كورسو زي ما احنا عارفين ان هو كلب سلالة عمرها تقريبا زي ما قلنا فوق 1000 سنة، واصلها كان في من كلاب الدرواس، وهي كانت تقريبا في هضبة التبت، والرومان أخدوها ورجعوا بيها لروما. استخدموه الأول كانوا بيقولوا إن الكلب ده بيحمي الأديرة، بعد كده لما أخدوا الكلب ابتدوا يستخدموه في إن يرعوا بيه قطعان الحيوانات ويحمي الحيوانات زي ما قلت قبل كده من والتجار وهما مسافرين، يحميهم. مكتوب في الكتب ان هو كان بيحميهم من بيرز بولز اند لاينز، يعني من الدببة والتيران والاسود. فهو كلب شخصيته قوية وجسمه قوي. لما اخدوه ورجعوا بيه روما ابتدوا يطوروا في سلالة الكلب شوية، وفي ناس بتقول ان هو في منه ان هو النابوليتان ماستيف يقربوا لبعض يعني زي ابن عمه وكده، بس الكلب ده اتعمل ان هو يبقى رشيق اكتر وسلالة متوسطة قريبة من انها تبقى نحيفة يعني رفيعة. عشان كده اوزان الكلاب اللي هي في الكيني كورسو اللي بتوصل تعدي الستينات وكده دي بتعتبر فيها نابوليتان ماستيف او مساتيف عامة مش كيني كورسو. فالكلاب اللي بتبقى اوزانها تقيلة في الكيني كورسو بنعتبرها من المساتيف او داخل فيها نابوليتان، ودي مش ميزة. الكلب الكيني كورسو برضو قلنا قبل كده هما بيقصوا ودانه وديله عشان كانوا بيستخدموا الكلب ده في الحروب. هو كلب وردوج، او ان هو كان زي ما قلنا بيحمي الحيوانات القطعان المواشي والحيوانات او التجار من الحيوانات المفترسة. فنقط ضعف الكلب عامة كانت بتبقى زمان او عامة في الحيوانات ودنه والديل، عشان لو الكلب اتمسك من ودنه او ديله دي نقطة ضعف في الحيوان او الرقبة. فانا بالنسبه للرقبه كانوا بيلبسوه طوق اللي بيبقى عليه الدبابيس او السكاكين ده، عشان لما يجي حيوان يمسكه من رقبته ما يقدرش يموته او يأذي الكلب، فيبقى الكلب ما عندوش نقط ضعف. الكلب الكيني كورسو هو كلب ذكي جدا وكلب اسري، وهو مش كلب عنيد زي ما انا كمان محتاج ان هو ياخد اوامر كتير من اول يوم يجي. من اول يوم يجي لك البيت لازم تديله اوامر عشان يبقى عارف مين القائد في البيت، ما يبقاش هو عايش بمزاجه او عايش كده كأنه كلب بلدي او كلب يعني بري. فلازم من ساعة ما يجي اول يوم ياخد اوامر ويبقى عارف ان في حد هو اللي بيديله الامر مش شغال بمزاجه. هي دي فكرة ان هو يبقى فيه ليدر او قائد عشان الكلب ما يبقاش بيتحكم او عايش بمزاجه كلب بلدي او اكنه جاي من الشارع، عشان بعد كده الناس ما تشتكيش تقول ان الكلب عنيد. هو الكلب هيستجيب جدا للاوامر. ابسط حاجة ان هو اول ما يجي بنقعد نقول له سيت وستي وندهله باسمه والكلام ده. الكلب برضو لما اول ما تجيب الجرو لازم لحد عمر قبل ال4 شهور، عشان في ناس كتير بتشتكي تقول ان الكيني كورسو كلب جبان او خواف. هو المفروض ان هو كلب اصلا زي ما قلنا كلب حراسة كانوا بيستخدموه في الرعي وكلب حروب، فهو مستحيل يبقى كلب جبان. النشأة بتاعتك الغلط هي اللي بتطلع الكلب سلوكه وحش او ان الكلب بيبقى جبان. فلازم لحد عمر 4 شهور الكلب يبقى عنده خبرات كتير ويبقى عنده احتكاك مع حاجات كتير في الشارع. يعني الكلب لازم لحد عمر 4 شهور يشوف ناس كتير، يلعب مع كلاب تانية، ينزل يشوف عربيات، يتحرك في الشارع، تاخده معاك وانت خارج، تاخده معاك قهوة، تاخده كافيه، اي حاجة. المهم ان هو لازم يبقى عنده احتكاكات كتير عشان يبقى عنده خبرات كتير، يسمع اصوات عربيات تريلات فما يبقاش بيبقى عنده حاجة اي حاجة جديدة، او يبقى عنده احتكاك مع حاجات كتير فما لما يتقابل اي حاجة من الحاجات اللي هيحتك بيها في حياته ما يبقاش بالنسبة له دي حاجة غريبة او ان هو جاي من العصر الحجري وجه فجأة شاف تريلات وعربيات هيبقى جبان. وفي كلاب عندنا حصل فيها الكلام ده، فبنحاول واحدة واحدة نخليه يحتك بحاجات أكتر عشان نكسر فيه حتة إن هو هيخاف من أي حاجة يحتك بيها بعد كده مع البني آدم أو مع الحياة اللي البني آدمين عايشينها. لازم برضو لو عندنا أطفال هو كويس جدا مع الأطفال، بس يستحسن إن الكلب وهو بياكل أو لسه صاحي من النوم أو الكلام ده تعلم طفلك دايما إن الكلب ما تجيش جنبه وهو بياكل، ما يجيش حد يشد منه الصناية
او يجي يلعب معاه وهو بياكل، لان الكلب غصب عنه ممكن يطلع منه رد فعل انت مش متوقعه، فتقول ده عض ابني او عض حد. فلازم لحد لما اطمن ان ابقى عارف ان الكلب ده اتعرف على كل اهل البيت وكويس معاهم جدا، لازم الاطفال بالذات ما نسيبهاش معاهم في الاول. انا لسه جايب كلب صغير او كبير ويروح يلعب في ودانه او يشده او يركبه زي الحصان او الحمار او الكلام ده، فلازم نعلم الاطفال امتى يقرب من الكلب وامتى ما يقربش. ما يقربش منه لسه صاحي من النوم، ما يصحوش يخضه، ما يشدش ودان الكلب، ما يركبوش، ما يشدش منه صينية الاكل، عشان الكلب كمان بعد كده ما يبقاش عنده زي ايه، زي فكرة وحشة عن الأطفال إن هو كان بيضايق وهو صغير، فلما يكبر يبقى بيكره الأطفال. تاني حاجة، هو كلب أصلا فيه غريزة الصيد، فما ينفعش يبقى ابنك بيلعب أو بيجري وتخلي الكلب يجري وراه، لأن هو الكلب ممكن يتهيأ له في دماغه إن هو بيجري ورا فريسة. دي حاجة غريزة طبيعية، لما يجي يجري ورا حيوان ممكن يجري ورا الكلاب، ورا قطة، ورا طفل يجري وراه يبقى عاوز يعضه. هي دي غريزة، وبيجري ورا حاجة فاكرها فريسة وعاوز يجري وراه. وتاني برضو عيب، ان هو لو واخد على ابنك او على حد في البيت او اطفال وجي مثلا صحابه بيلعبوا معاه وطلع يجري مع بعض وهما بيلعبوا معاه وجري، الكلب ساعات بيتهيأ له كده صورة ان الناس اللي معاه دي غريبة وان هما هيأذوا الطفل اللي انت مربيه او صاحبه او اي حد هو مربيه، فبقى متهيأ له اللي حواليه دول اعداء فممكن يروح يهاجمهم. فدي حاجة طبيعية في الكلب لان هو ما يعرفش كل الناس اللي جايين معاه. عشان كده زي ما بقول لازم يحتك كتير مع كل اهل البيت ويشوف كل اهل البيت اللي هيتعامل معاهم، عشان بعد كده لما تدربه حراسة أو شراسة ما يأذيش أي حد في البيت، يبقى عارف كل أهل البيت. وهو ممكن يتربي مع قطط أو أي حيوانات تانية، بس من وهو صغير لو نشأ مع أي حيوان تاني هيتربى معاه عادي مفيهوش مشاكل. وهو عامة المفروض الكيني كورسو لما يبقى كلب كيني كورسو أصيل شخصيته، المفروض إن هو لما يشوف حد غريب، أو هو عامة من الكلاب اللي ما بتعملش رد فعل على طول مع أي حد غريب، يعني دي ما بيهوهوش كتير بسهولة، ما يهاجمش حد إلا لو هيطلع منه خطر. فهو كلب مش بيطلع منه في شخصيته، المفروض الشخصية كسلالة أصيلة هو مش بيتحرك بسرعة، أو من الكلاب الخفيفة اللي هي تشوف أي حد تهوهو عليه أو أي حيوانات تبتدي تهاجم على طول. هو المفروض الكلب لما تشوفه كلب تقيل، وإن هو مش سهل أي حاجة تثيره إن هو يقوم يعمل معاها أي رد فعل عشوائي أو شرس أو كده. تاني حاجة، الكلاب الكيني كورسو هي حساسة جدا جدا، عامله زي القطط، انت كانك مربي قطه في البيت على طول تقعد تمسح فيك وتحب تقعد مع صاحبها وتقعد تعيط كتير لو انت مش معاها. وده من اكبر الاسباب ان في ناس كتير لما بتجيب جراوي وبتسيبها تحبسها مده طويله من وهي صغيره، بيجي بعد كده بيكتشف ان الكلب طلع له شري اوي. انا اراهن اي حد عنده كيني كورسو ان معظم الجراوي اللي طلعها شري اوي او الكلاب كان بيبقى كلب سليم وهو قاعد معاه، وبيجي يحبسه في اوضه او في سطح او في بلكونه او ايا كان، يحبسه يوم كامل او كان مش فاضي او يومين، ويجي يرجع يلاقي فيه عين طلعلها شريقة او التانية. ده طلعت لان الكلب اصلا نفسيته حساسة جدا، وبيقعد بقى يحزق ويكتم في نفسه ويقعد يزيق كتير وكده، فبتقوم طلعله الشريقاوي. فهو الكلب لو قاعد وسط الناس وانت بتقضي معاه وقت كفاية، فمستحيل او صعب قليل ان هو يطلع له شريقاوي، مع ان هي وراثة. بس الكلاب دي بالذات انا لاحظت ان كل ما بيتحبس او كل الناس اللي اشتكت عندها كلاب طلعلها شريقاوي بيبقى كلب كان عنده وهو حبسه في البلكونة وقعد معاه مش كتير أو سابه في أي حاجة فيطلع له الشري أوي. وعلى قد ما نضيع مع مش نضيع على قد ما نقعد مع الكلب وقت كبير عشان يطلع كلب اجتماعي وسليم، عشان بعد ما يعدي الأربع خمس شهور تيجي تدربه ويجي منه شراسة وحراسة. زي ما قلت لازم يقعد يحتك بحاجات كتير ويقعد مع ناس ويشوف ناس كتير. الكلب لازم برضو كل يوم ياخد وقت كفاية لوحده ان هو يطلع يقعد يلعب ويتحرك، عشان يبقى عنده ثقة في نفسه ان هو يقدر يقعد لوحده، ما يبقاش على طول مرتبط بصاحبه وصاحبه اللي يوفر له الحماية. كلب كمان عشان هو اصلا كلب شغل ومحتاج ان هو ياخد على طول تديله اوامر او واجب او حاجة يعملها، ان هو مثلا ايه كان بيرعى غنم او بيجر حاجة او تشغله حراسة او كده، لو سبته مدة طويلة لوحده من غير تمرين او حاجات هيعملها او ان انت تطلع تجريه او يجر حاجة او يلعب بكورة او كده او تلعبه بكورة وقت فيها، لو انت عندك جنينة او اي حاجة ممكن تلاقي الكلب هياكلك في الشجر وياكل في الخراطيم، وممكن يحفر انفاق تعدي الناحية التانية من الجنينة، يعني ممكن يعمل انفاق اكنه مربي ارنب في الجنينة يعمل لك فيها خرام في كل حتة.
فده مش عيب في الكلب ولا في سلوكه، هو الكلب عاوز ياخد شغل كتير لان هو مش كلب راحة ولا كلب تقيل زي انواع تانية عنده قابلية للكسل، هو كلب عاوز يبقى على طول مطلوب منه وجبات يعملها، فانت لما بتسيبه براحته مدة طويلة فهيقعد يخرب الدنيا، لازم تطلع له الطاقة اللي عنده. الحاجات برضو الغريبة في السلالة دي ان هي لما بتشوف صاحبها وتبقى انت وحشه، فالكلب اول ما تدخل عليه ممكن يقعد يظهر لك سنانه، ده ما بيبقاش تحذير ولا شراسة، ده بيبقى لعب، يقعد يطلع سنانه يبين لك. هتلاقي في ناس كتير عندها كورسو اول ما تشوف صاحبها يشوف كلب لو كان سايبه طول لوحده ويجي الصبح يلاقيه بيطلع سنانه كده ويقعد يكشر، ده كده بيبقى بيحييك، هو بيحب صاحبه فبيحييك ويقعد يلعب كده. ساعات بيقعد يعمل زي نفر الحصان كده، يطلع سنانه ويقعد تلاقيه بينف او بيكح حرك دماغه، ده برضو من الحاجات اللي الكورسو بتعملها غير بقية الكلاب، ده فرح بصاحبه، فهو ممكن تلاقيه مطلع سنانه وبينفر بيعمل صوت زي العطس، يقعد يلف حوالين نفسه كتير، يجري جري عشوائي، دي كلها حاجات الكيني كورسو بس تقريبا هو اللي بيعملها لما يشوف صاحبه يبقى فرحان بيه. فملخص الكلام ده ان انت عشان بتربي كلب كيني كورسو وعاوزه، وهو المفروض اصلا اسمه كيني كورسو الكلب الحامي او الكلب الحامي القوي او الشرس، فانت عشان يطلع معاك كلب حامي يعني من اسمه ما يبقاش كلب جبان، فلازم نديله زي ما قلنا 4 شهور الكلب يشوف فيها كل تجارب الحاجات اللي هيتعايش معاها بني ادمين وشارع وحيوانات والكلام ده، لازم تمشيه كويس لحد لما يبقى عنده مثلا 12 شهر، لحد 12 من اول 12 لحد 16 شهر ممكن نديله مجهود تاني قوي اكتر، لان بيكون الهيكل العظمي ومفاصله بقت تمام مش هيحصل ان شاء الله فيها مشاكل، فمن اول بعد السنة لحد 16 شهر نبتدي نديله مجهود اكبر، لان انت المفروض معاك كلب كتلة عضلية قوية، كلب رياضي قلنا حجمه متوسط لرشيق شوية، فلازم نلعبه كويس ويتمرن كفاية عشان يبقى جسمه قوي. الناس بتقعد تشتكي ان كلابها ضعيفة ورفيعة وما بتعرضش، بيبقى حابسه في بوكس متر في متر او رابطه طول النهار، وعاوز الكلب يبقى عضلات، بيبقى جايبه جرو ورميه فوق السطح في اوضة 5 6 شهور، وبعد 6 شهور 7 شهور عاوز يضربه شراسة، هو ما عارفش اي حاجة عن الحياة مش هيتضرب شراسة، بيطلع له شري اوي من كتر القعدة لوحده. الكلب ما بيقعدش فترة كويسة بعد لما يقعد مع الناس لوحده عشان يبقى عنده ثقة في نفسه، ففي الآخر بيبقى معاك من الآخر كلب نفسيا مشوه. الصفات الغالبة في السلالة انت بتبقى مسحتها بأستيكة وربيت كلب مسخ جديد اسمه كيني كورسو، شكله كيني كورسو بس جسمه مش كده ولا شخصيته كده. ومن أهم الحاجات اللي نسيت أقولها إن المفروض الكلب لما أجي أشتريه لازم يكون عمر الكلب مش اقل من 2 لـ3 شهور، في ناس كتير بتيجي تشتري مني كلاب يقول لي ده الكلب 3 شهور 2 شهور، انا فاكر انا ما عرفتش ابيعه، لا انا ما بحبش ابيع كلب قبل العمر ده، عشان يكون الكلب اخد من امه اكتسب صفات من الكلاب ازاي يبقى كلب، الام هي اللي هتعلم الكلب ازاي يبقى كلب بعد كده استأنسه، لكن انا ما اجيبش كلب عنده 45 يوم حاجه و30 يوم وعاوز ادربه واطلعه كلب شرس وقوي وما اعرفش ازاي يبقى كلب وامتى يهوهو على غريب وامتى يلعب وامتى ما يلعبش وامتى يهز بديله. فلازم النصيحة محدش يشتري أي كلب ولا أي نوع تاني إلا لما يبقى عمره على الأقل أكتر من 2 شهر. وأحب إن أنا أكون فدتكوا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفولو، وشكرا وسلام عليكم.